ينضم إلينا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. بعد تحية عثمان، يعني كردفان هي دائما مطمع، لها أهمية سياسية ولها أهمية أيضا اقتصادية ونفطية. يعني الحرب الآن والميدان الآن، ما هو الوضع؟ هاي كردفان نعم هي منطقة كبيرة جدا تضم ثلاثة ولايات، هي ولاية شمال كردفان وولاية غرب كردفان وولاية جنوب كردفان. هذه الولايات الثلاثة منذ بداية الحرب في أبريل العام الماضي شهدت معارك عنيفة ما بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، خاصة في ولاية شمال كردفان عاصمتها مدينة الأبيض، وأيضا كذلك في عدد من المدن بولاية جنوب كردفان. ولكن المعارك الآن تدور في ولاية غرب كردفان، خصوصا في منطقة بابا نوسا، مغارة فرقة 22 مشاة تابعة للجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع في الأسبوع الماضي سيطرت على مدينة الفولة. مدينة الفولة هي عاصمة ولاية غرب كردفان، والآن تدور معارك الناطق الرسمي باسم الجيش قال إن قواته صدت هجوم كبير جدا نفذته ميليشيا الدعم السريع على مدينة الميرم. هذه المنطقة كما أشرت هي غنية جدا بالنفط، وهي تجاور دولة جنوب السودان، وكذلك تجاور ولايات دارفور، وكذلك تجاور إقليم النيل الأزرق، وتجاور ولايات مهمة جدا بالسودان. وولاية شمال كردفان أيضا هي تجاور العاصمة الخرطوم، خصوصا مدينة أم درمان، وهي تعتبر يعني إقليم كردفان يعتبر إقليم مهم جدا في استراتيجية الحرب بالنسبة للجيش أو الدعم السريع. لذلك تدعم ميليشيا الدعم السريع للسيطرة على هذا الإقليم لمواصلة الإمداد من ولايات دارفور، خاصة مناطق غرب دارفور، شرق دارفور، ومناطق أخرى في الجنينة، كذلك أقصد مدينة نيالا في جنوب دارفور. الوضع في هذه المناطق يعني بات معقد جدا بالنسبة لي الهجمات المتكررة لميليشيا الدعم السريع. نعم نعم عثمان، نعم عثمان الجندي، نعم عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من أم درمان.